بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى. الدرس 23. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج في شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى للإمام المجد عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله. وضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح، حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب: باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن صوم التطوع أوسع من صوم الفرض. صوم الفرض لا يجوز قطعه إلا لضرورة، وأما صوم التطوع فالمسلم بالخيار، إن شاء أتمه وإن شاء أفطر في أثناء النهار. وهذا ما كان يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. نعم. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال: كل فإني صائم. فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري والترمذي وصححه. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة آخى بين الصحابة، وخصوصا بين المهاجرين والأنصار، ومن ذلك أنه آخى بين سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وبين أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، فعقد بينهما المؤاخاة في الإسلام. وهذان الرجلان من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنهما. فزار سلمان أخاه أبا الدرداء ليبيت عنده، فلما جاءه رأى زوجته متبذلة، يعني ليست متزينة، فسألها عن ذلك، فقالت: إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة للنساء، معناه أنه مجتهد في العبادة والطاعة. فلاحظ عليه سلمان رضي الله عنه ذلك. ولما جاء الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم على عادته، فقال له سلمان: نم. فنام سلمان ونام أبو الدرداء. فلما كان ثلث الليل الأخير قال له: قم. فقام وصلى ثلث الأخير من الليل، فجمع بين النوم وبين القيام، لأن ذلك أنشط له على العبادة وأرفق بنفسه. والمسلم لا يشق على نفسه مشقة غير متحملة، وإنما يقتصد في العبادة ويداوم عليها. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل كما في الحديث. فالاقتصاد في العبادة هذا يسبب الاستمرار فيها،
وأما الاجتهاد في العبادة والانقطاع للعبادة فهذا قد يسبب الانقطاع وترك العبادة في النهاية، قال صلى الله عليه وسلم: كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فهكذا الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم. فأبو سلمان الفارسي أرشد أخاه أبا الدرداء إلى الهدي النبوي، وأنه ينام من الليل ويقوم آخر الليل. ثم قال له أبو سلمان رضي الله عنه: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، وفي رواية ولزورك يعني الزائر عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فهذا سلمان رضي الله عنه أرشد أبا الدرداء إلى الهدي النبوي والسنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويحث عليها، وأن الإنسان لا يترك العبادة ولا ينقطع لها ويداوم عليها، بل يقتصد فيها، بمعنى أنه لا يشق على نفسه ولا يحرم نفسه من الراحة ومن محادثة الزوار عنده ومن حق أهله زوجته عليه، بل يعطي كل ذي حق حقه. نعم. وعن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت، وقالت: يا رسول الله، أما إني كنت صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. رواه أحمد والترمذي. نعم. أم هاني هي بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها، أخت علي بن أبي طالب. زارها النبي صلى الله عليه وسلم فطلب ماء فجاءته به وشرب منه، ثم أعطاها البقية وأمرها أن تشربه، فقالت: إنها صائمة تطوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صائم أمير نفسه، يعني النفل، إن شاء أكمل اليوم وإن شاء قطعه. هذا الدليل على أن صوم النفل يجوز للصائم أن يقطعه، خصوصا إذا كان هناك سبب، كأن يحضر عنده ضيف، أو هو يدعوه أخوه لنيل الطعام عنده، أو لوليمة، فالأفضل أنه يفطر. وإذا كان الصوم نفلا الأفضل أنه يفطر. فدل على أن صوم التطوع لا يلزم إتمامه. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم على ما بينتم في شرح هذه الأحاديث، أحاديث الصيام من كتاب المنتقى للإمام المجد عبد السلام بن تيمية الحراني. شكرا لكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، وتقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. السلام عليكم.